اي شيء بهالنعمه. ايه والله معك حق. مروان قرصني. نعم قرصني قرصني. ايه بقرصك. ها لك قال مروان. ما انت عم تقولي قرصني. عم بقول لك قرصني دغري. انت ما صدقت قرصني يعني. لشو القرصه هلا هي؟ حتى اشوف حالي اذا عم بحلم ولا لا. انه جينا لها. ايه معك حق تقولي هيك على اساس انتو بيت الرقروقة على ايام الرقروقة الكبير بيك وعائلتك. كنت الترويقة بمحل والغدا بمحل والعشا بمحل. هذا غير الصفرات. يخرب بيتك مروان. ما كنت تظهري لمحل هاي الطاولة شقفة منها ما كنت تشوفي. مروان جاي تزلني هلا قدام العالم لاكل ضهرني. خلص يلا تبعتيني بوسة. لما بتعملي لي هيك بتعرفيني بهر قدام العالم دغري بلحظه عم بقلبك عمي. طيب قولي مين ضهرني مين؟ ليه ما بتعملي هون بالبيت تعطيني بوسه؟ لانك ما بتفرجيني شيء انا بالبيت. فرج... طيب اوكي شو بدك هلا؟ شو؟ يلا اطلبي. متر. شو متر؟ لحظه لحظه الله لا يوفقك. متر شو؟ شو في؟ شو هلا شو المتر؟ ما بدي نقي ما بدي اشوف شو عندهم اكل. بدك تنقي. هاي اذا فيها تشكيلي القصه. نحن اتفقنا على صنف واحد او بخنقك. لك طيب صنف واحد ما بدي اعرف شو هو الصنف. ايه ليش ما جاي على بالك شي شغله؟ طيب خليني اشوف خليني اشوف. خبز مفتفت كل عمرك تاكل هو محمص. يا مروان بتشطش بالمي. يا مروان وعلى سكر لما بدك تتحلل عم بقلبكم. يا مروان خليني بطرقك على جوزتي. يا مروان خليني شوف شو الشوفه رح تدفع حقها. عيطي للمات ما رح يجي. مات ليكي فلفشي فيه قد ما فيكي وبعدين بتنقي صنف واحد احسن ما دعوتك. مات فلفشي هيك عرفتي؟ بونجور. بونجور. بونجور يا حبيبي. يا كفة كفة كفة. بليز بدنا المنيو. اكيد تفضلوا. خلص انا لحالي اذا بدك. اوكي خلص هي لحالها. هي هي بتنقي عني وعنا. اوكي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا اهلا. فلف شيء هيك منيح وزيدي الفرنساوي والانجليزي وكذا. لك يلا طيب. شو نطعتي القلم بطلوع على اساس انه خلص. بليز بدي عبالي دجاج. نعم قلبي قلبي الله لا يوفقك. مروان دجاج دغري. مروان دغري دجاج. سفينة دجاج. سفينة يحطوكي بسفينة تبحر فيكي من هون للمحيط الأطلسي ويجي البورمور ده يبلعك بلع. أورنيه يا أورنيه. هاتي لشوف. هو بحب يمزح كثير. دجاج؟ ايه صدر دجاج حطيت عليه بقلب الصوص هيك سخنة. بعدين رشين عليهم هالكورن. اوه ايه لأنه أنتو الدواجن مزارع الدواجن تبع بيت الرقروق امتلي الدنيا. كان عندكم 60 فرع. كان فروعة أبوك مروان بأبو ظبي بعدها فروعة الدواجن. مروان خلص بقى فرجيني خلص بقى هذا. فرجيني بدي انصحك ببلا كتير طيب. شو نعم. بلا هذا يعني؟ صحن. شو بكي انت كمان جبنا لقرة تايوانسنا؟ لحظة خلقي لي اسكوتي 29500. مروان مروان قد ايه؟ مروان 29500. شو هو هادي قطعة الدجاج دجاج جوكي دجاج دجاج؟ هادي حقها 29000. اسكتي اسكتي شيليها من ايديك. طب شو بتحبوا؟ هلا من هلا بنقول لك شو بنحب. انا عامل لك مفاجأة رورو. شو؟ غمضي عيونك. جايب لي اسوارة. اسوارة؟ تا تا هدا. شو هدا مروان؟ شو قلتي بدك؟ دجاج. وشو عليه؟ ذرة. ها هي هاي الشوربة دجاج وعليها ذرة. هلا بيسووا لك اياها وبتاكليها وبتنبسطي فيها. هلا نتعدي من البيت لهون لتعمل لي هي شوربه الدجاج. ليش ما عملتها بالبيت مثلا؟ عملها بالبيت الله لا يوفقك. بصرف غاز وبصرف مي وبعدين الجلي كمان بده مي وبعدين يطبوا اهلك ويطب خيك وكلكم على كاسه الشوربه. الله لا يوفقكم. ما بيجيني منكم. بدي بطلك على جوزتك. روحي اعملي لنا. روحي اعملي لنا اياها. سوي لها اياها على ذوقك. خلي ريحتها تفح من هونيك. فح يلا يلا سويني. روحي سويني. ميرسي ميرسي. عني بقى. ولك العمى بقلبك. ولك العمى بقلبك وستين قلبك. فرفدي حالك يلا. ما بدي فرف. جاي جدا طعميني شوربة. لك يطعموكي للكلاب انت العمى.